als een toch. والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زد هذا البيت تعظيما شريفا يا رب العالمين. اللهم ارزق جميع المسلمين حجة وعمرة قريبة يا رب. اللهم ارزق جميع المسلمين عمرة قريبة يا رب العالمين.